اليوم نحكي عن مرض متداول كثير، ولكن اوقات بنجهل كثير المعلومات المتعلقه بهذا المرض، نقي العظام او التهاب العظام. هذا المرض بصير اما نتيجه حوادث او اما بيجي خلقي مع الشخص، كمان بيكمل هذا المرض نموه بجسم الشخص لحتى يوصل الى الدم اوقات يا سلمى. صحيح عفاف، ورح نحكي اليوم بالتفصيل أكثر عن طبعا مرض نقي العظام وانتشاره. بعض الدراسات بتقول أنه هو عند الأطفال ينتشر بعظام الفخذ والساق والذراع، وعند البالغين ممكن ينتشر بالعمود الفقري، أما عند كبار السن فهو ممكن يكون موجود أكثر، وخصوصا المصابين بالسكري بكف القدم. هاي المعلومات مدى صحتها وغيرها من التفاصيل عن التهاب نقي العظام وتموضعه بالجسم رح يطلعنا عليها، مع ايضا نصائح والمعالجه. ضيفنا اللي صار موجود بالاستوديو الدكتور جهاد الحاج ابراهيم، وهو اختصاصي بالجراحه العظميه. يسعد صباحك دكتور، اهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير. اهلا وسهلا. يعني اليوم ما عم نحكي على مرض طبعا الله يبعده عن الجميع، ولكن هو شائع وكثير من الاشخاص ممكن يجهلوا معلومات عن هذا المرض. خلينا بالاول نتعرف على نقي العظام والتهابه واسبابه. صباح الخير. هو المرض اسمه التهاب العظم والنقي، حقيقة هو بصير داخل العظم. هو من الأمراض الحقيقة نحن اللي كجراحة عظمية هو الحقيقة من الأمراض المستعصية. في لها حلول، لكن في بعض الأحيان ما بيكون لها حل، مد سنين وأيام. المرضى يمكن عم يسمعوا هلا اللي عنده نزعة عظم نقي بيعرفوا هذا الموضوع. هلا العظم النقي هو عبارة عن التهاب جرثومي، تيجي جرثومي على العظم، ممكن تكون مباشرة نتيجة كسر، نتيجة كسر مفتوح أو جرح وصلت جرثومي للعظم، أو ممكن يكون تالي لعمل جراحي. هلا بنحكي عن أسباب العمل الجراحي، أو ممكن يكون نتيجة التهاب موجود في أي منطقة بالجسم، صار في عندي أنا انتقال عن طريق الدم إلى العظم. هلا طيب دكتور، بس سؤال، المؤشرات الأساسية اللي بنبلش نعرف إنه في عنده التهاب نقي عظم، لانه يعني ممكن يكون في اختلاطات كثير تؤدي لتعطي نفس النتيجه، يعني يحس المريض مثلا باعراض مشابهه لامراض اخرى او لا التهاب نقي العظم بيعطينا مؤشر واضح. هلا مثل ما تفضلتي في مؤشرات خصوصي لذات عظم النقي. اول شيء بتصير عندي انا مكان الاذيه هي عاده بالاطراف، ممكن تصير بالعمود الفقري، ايه ممكن تصير بالعمود الفقري، ممكن تصير باي عظم. هلا نادرا احيانا بتصير بعظم القحف الراس في مناطق اخرى، لكن هي الحقيقه بتعطي اعراض احمرار والم شديد ووزمي. هلا بصير عند المريض عروقات، بصير عند المريض وهن عام، يعني المريض بتعب، بيراجع الطبيب بقى بده يكون راجع طبيب اختصاصي بجراحه العظميه. ممكن اذكر طبيب اختصاص ثاني يقدر يعني يكون عنده فكره عن الموضوع. من بعده نحن عن امراض ثانيه، الاورام او شيء اسمه التهاب نسيج شرخوي. حضرتك ذكرتي قبل شوي انه مرضى السكري، هذا الشيء ما وارد عندهم هذا الحكي، ممكن يكون عندهم بعض الاحيان التهابات، لكن العظم النقي غالبا بصير نتيجه رد جرح مفتوح، كسر مفتوح او تالي لعمل جراحي. تالي لعمل جراحي نحن بنرد بنقول انه هي مضاعفات العمل الجراحي. اي عمل جراحي عظميه بصير عندي زعط عظم نقي بعد العمليه، هذا مضاعفات وليس خطا طبي، هذا موجود في سوريا في امريكا، هذا محطوط 2.5% من التهاب العظم النقي كل دول العالم. نحن بنعمل احتياطاتنا في غرف العمليات، وبنعمل احتياطاتنا ما بعد العمل الجراحي انه ما يصير عندنا الانتان هذا. هلا ممكن نحن نقسمه الى زعط عظم نقي حاد، وممكن يصير عندي مزمن. الحاد نحن مباشرة بعد الأذية، أو ممكن نحن عملنا عملية صار عندنا التهاب، صار عندنا احمرار، عالجنا المريض، خسرنا جرح، أحيانا نضطر إلى رفع المعدن اللي حاطينه للمريض وننتقل لمرحلة ثانية، ممكن ناخذ نتيجة جيدة. هلا في عندي أمراض أنا العظم النقي نتيجة كسور مفتوحة، مريض الأحداث اللي صارت كان عندنا كثير نحن نتيجة مقذوف، نتيجة طلق ناري، نتيجة تفجير. في مرضى كثير صار عنده زعط عظم نقي، هاي بده متابعة حسيسة ويومية، يعني ممكن خلال 24 ساعة المريض يفرق معنا بالزعط عظم نقي. فإذا نحن ما لحقناه خلال 24 ساعة وعطيناه اللازم،
ممكن سوء الوضع، اذا اجاني بخراج منتفخ الرجل موزمه احمرار، لازم نعمل تفجير يطلع القيح ونعطي صادات ونعمل خسيل للجرح ونراقبه ثاني يوم، نعمل ضماد ونعمل تفجير بحيث انه نقيم الانسجه، نقيم اذا كان في عندي اجسام غريبه جوا داخل الجرح لازم نقيمها. مريض العظم النقي المزمن حقيقه نحن بتكون استنفذنا المرحله الحاده وبدخل بقى في تطويق في مراحل اخرى. مشكلة العظم هي التالي، انه التروية بالعظم يعني ضعيفة، يعني الدم ما بيقدر يوصل للعظم، ينقل الانتيبيوتيك، ينقل الصادات للعظم، في بعض الصادات بينتقلوا للعظم، لكن كثير من الاحيان بصير عندي بعض الانتيبيوتيك ما بيوصل للعظم، لذلك من الصعوبة في مكان هون انه نحن نعالج. الموضوع انه نحن في منطقة ذات عظم نقي بيتم التجريف، بنقيم هالأنسجة المتموتة، بنقيم هالسيكويستروم إذا كان عندي قطع عظمية ميتة بنقيمها بننظفها، نعمل نحن إعادة إحياء للمنطقة، رغم ذلك ممكن أن نرد ينقص. طيب دكتور، متفقين أنه هذا المرض عند الأطفال بيكون عند بالفخذ والذراع والساق، تمام؟ تمام. طيب هون يعني خلينا شوي هيك نتجه نحو الأطفال ونحن وطالعين عند الكبار، كيف بيتم تشخيص المرض بالضبط؟ يعني أنا طفل إذا ما أنا متعرض ممكن لأي كسر أو حادث، كيف بدي أعرف أنه عنده التهاب العظم؟ طيب هلأ في عندي بعض الأمراض العامة اللي بتصير، تمنجون، تلسيميا، بصير عندي احتشاءات بالعظم بسبب تموت. في عندي بعض الامراض كمان انا اللي بتصير عند الاطفال، الانتانات الشديده ممكن انها تروح على العظم تاخذ مثل ما تفضلتي الساق او الفخذ او العضد او الساعد، هدول اكثر الاماكن بصير فيهم التهاب عظم نقي. تعطي اعراض موضعيه، لازم المريض يجي طفل متالم من فخده، بيجينا طفل نحن متالم لا واقع ولا اي شيء بنوم، نسال الاهل ايه والله كان مرضان الاسبوع الماضي، كان عنده حراره، كان عنده التهابات، فممكن انه يصب المنطقه الالتهاب تصب المنطقه وينتقل عن طريق الدم. اذا صبت بالفخذ بصير عندي احمرار والم ووزمه، ببين طفل عاجز عن استعمال الطرف. لازم ننتبه، الاهل بينتبهوا للموضوع انه الطفل عم يعرج، يعني اول عرض من اعراضه هو الالم العرج وبصير عندي الوزمه، هدول اهم ثلاث اعراض. ارتفاع الحراره بصير عند الطفل ما له طبيعي، حرارة بضل يعاني، بضل عم يشتكي الطفل، فلذلك نحن مباشرة عند أول طبيب، وخاصة إذا كان طبيب جراح عظمي، بناخذه عند طبيب داخلية بنعطيه إبر، لا بده يكون طبيب جراح عظمي، وجراح عظمي حصرا، لأنه هذا الطفل ما ينعطى والله حب شراب التهاب لا مشي الحال، لا هذا الموضوع أكبر من هيك. ممكن نحن خلال 72 ساعة ننفض بالطفل، ممكن إذا الطفل ما عالجناه يضل اسمه التهاب عظمي نقي مزمن، ياخذ سنين وسنين، 10 20 30 يضل مع الطفل. فنحن ممكن من البدايه انا ما عم خوف الاهل، لكن عم اقول لهم انه نحن بس ندير بالنا على الطفل اذا صار عندي التهاب بالاطراف، خراج، التهاب، احمرار، عندي عرض نعرضه على طبيب. هلا نحن سلمنا امرنا بقى للطبيب، طبيب هو بقى هو بيستطيع التصرف. هذا الموضوع بده مريض بده ياخذ ابر بالوريد وبده مراقبه، وهالإبر بالوريد هذا ممكن يحتاج الطفل تفجير خراج عبارة عن شق بسيط بغرفة العمليات لحتى يطلع القيح الالتهاب هذا، وبناخذ زرع. هلأ موضوع الزرع هذا موضوع طبي، انه بناخذ نحن مكان القيح بنبعته على المخبر بنشوف شو الجرثومة اللي عم تتحسس لها وبنعطيها دواء، لازم كل فترة وفترة نعمل زرع، ممكن يتحسن الطفل ولكن زي مراقبة، في تحاليل نحن لازم نعملها، ما عم نهول الامر، لكن حقيقه ذات عظم نقي مثل ما تفضلتوا هو موضوع يعني قليل حتى يطرق، لكن في عالم اللي تسمع هلا بتعرف شو ذات عظم نقي قديش ما مزعج عند المرضى وبياخذ سنين احيانا، يعني في شيء بيعالجوا في مشفى تشرين كان عندنا غرف الغاز بيعالجوا فيها لذات عظم نقي، التنظير اليومي لفترة زمنية طويلة، بيدخل المريض على المستشفى، بنعمل غسيل مستمر، بنعمل تجريف بشكل مستمر للمرضى هذا. هلا في لا شك انه في عالم تشفى، ولكن في هذا المريض العالم تشفى اللي بتتابع بتضل تشتغل بشكل محسيس وتتابع الموضوع، بده المريض كمان يتغذى يكون جسمه قوي، ما المريض يصبط له معنوياته، هذا الموضوع كثير مهم.
نقطة كثير مهمة عند الأطفال. طالما طرحنا عند الأطفال، نحن كثير مهم إنه نحن ذات عزم نقي بيهجم عند الأطفال، بيهجم على صفيحة النمو. إذا أثر ذات عزم نقي على صفيحة النمو بصير عندي تشوه بالطرف. نلاقي الطرف إما صار يفتل على اليمين أو على اليسار بسبب أذية السطح صفيحة النمو. فلذلك لازم ندير بالنا على هذا الموضوع. وكمان بيسوء أكثر إذا كان وصل معي للمفصل. إذا صار عندي التهاب عظم، التهاب بالمفصل قيحي نتيجة التهاب عظم نقي، هذا بسبب شيء اسمه تحدد بحركة أو قصة المفصل. السبب الأساسي هو ذات عظم نقي. مرض ممكن السيطرة عليه إذا تابعناه. إذا تابعنا وإذا تم اكتشافه مثل ما حضرتك قلت مبكرا. ويمكن في كتير أمراض بتأثر على العظم عند الأطفال بيكون منشأ التهاب آخر. سابقا تحدثنا أنه التهاب اللوزات إذا ما تم مراقبته ممكن ينزل كمان على الرجلين والإيدين ويسبب الروماتيزم. يعني في كتير أمراض إذا ما تم معالجتها هي بتبين أنه هي التهاب علوي بالمنطقة العلوية بالجهاز التنفسي، ولكن لها آثار سلبية على العظام. خلينا نحكي شوي عن عوامل الخطورة، يعني قديش ممكن يصير في عنا عوامل خطورة بالنسبة للأطفال إذا تم إخفال هذا المرض وعدم التعامل معه بشكل صحيح؟ ممكن نوصل لتغيير مفصل، ممكن نوصل لعجز عن الحركة بأحد الأطراف. طبعا يعني هلأ نحن الأطفال بتمكن المرض من الطفل بصير شي موضوع مزمن، بصير هذا الموضوع بده يعني على طول بشكل مستمر نتابع الطفل. ممكن نحتاج الى كل فتره نروح على المستشفى نعمل تجريف ونعمل تحاليل. الموضوع ما له صعب انه نحن نقدر نشخص الحاله. نحن كل ما هنالك انه نروح لعند طبيب على المستشفى، لكن اذا تمكن المرض من الطفل فعلا مثل ما تفضلتي ممكن يصير يحتاج كل فتره وفتره تجريف. العظم بتموت بصير عندي قطع عظميه، العظم المتموت هذا بضل ينز، في عندي جرح موجود بيضل ينز قيح، تلاقي المريض عم يحط شاشه ويقيم شاشه وريحه كريهه. هذا بالنسبه للعظام. بالنسبه للمفاصل نفس الشيء، بصير عندي تحدد بحركه بيحتاج تبديل مفصل. اي نعم، لكن المفصل الانتاني ممكن انه يفشل. اذا كان عندي التهاب مفصل قيحي ونظفت وعملت وحطيت له مفصل صناعي ممكن انه يرد يرجع يصير في عندي انت ينكس. نرد نحتاج نقيم المفصل، نخسل، نعمل سبيسر. يمكن المرضى عم يسمعوني هلا على التلفزيون بيعرفوا هذا الموضوع. نخسل، ننظف، نرد نحط مفصل. فلذلك العظم نقي كثير مهم. هلا مفاصل عند السكريين اللي نحن بنسميه مفصل داء شاركو، اللي بنسميه نحن التهاب العظم عند الاطفال. هلا داء شاركو او التهاب العظم عند السكري حقيقة هو ما هو التهاب عظم نقي، هو عبارة عن التهاب بصير عند المريض نتيجة كسر بسيط أو رد بسيط على المفصل. المرضى السكري عندهم عتبة الألم كثير غايبة، فلذلك بتقرب المفصل بشكل سريع. نمانه حاسين بيفكروا أنه عندهم عظم نقي، لا، لكن لا، هذا بيختلف كثير. هلأ مرضى السكري بصير عندهم إيه؟ نعم، التروية بالمحيط، التروية المحيطية، الأوعية البعيدة اللي عند الأطفال عند مرضى السكري بتصير عندي بتتسكر الأوعية نتيجة مرضى السكري، فما بتعود يروح الدم يوصل للنهايات. وطبيعة أوريدي الدم كمان عندي مشكلة فيه، أنا العظم كمان عندي مشكلة فيه إنه ترويته ضعيفة. لذلك عندي أنا بعض الأدوية اللي ممكن إنه توصل للعظم، ممكن حيلا دواء بيوصل للعظم. في عندي بعض الأدوية اللي ممكن إنه عن طريق الأدوية ممكن توصل للعظم، ممكن أنه تغضي على جرثومة. ونحن على طول لازم نعمل زرع كل فترة وفترة، ممكن تتغير الجرثومة معنا، تصير عندها مناعة جرثومة صاد، ممكن تطلع عندي جرثومة تانية. فعلى طول بشكل مستمر لازم نعمل تحاليل روتينية ومراقبة المريض، أعراض ألم، حرارة، عجز. والموضوع اللي بصير عندي هالشيء هذا بنراجع الطبيب. هاي الاعراض كلها ممكن او هاي السمول كلها عند الاطفال والكبار دكتور؟ طبعا تبديل مفصل، تبديل يعني مفصل عند الاطفال نفسه. لا لا، عند الاطفال نحن بننتظر. يعني المفصل عند المفصل هو الحقيقه هو له عمر، فنحن بعدين المفصل يعني في له شروط لحتى نعمل عمل جراحي. يعني الطفل مثلا المريض ما بيحسن يقرفس،
ما بحسن يركض، ما بحسن هذا الطفل ما بحسن يحط له. معناها خلينا ننتقل للاطفال، كيف بتكون خطه العلاج بالنسبه لهم اكيد غير الكبار؟ هلا نحن اهم شيء انه نحن نحاول نسيطر على الالتهاب، واحد، اثنين، نعطي سعه مفصليه، يعني المريض يصير عندي انا حركه المفصل قدر الامكان يقدر المريض يمارس حياته. طوي الركبه اذا ما على 90 خليني على 60 بحيث انه المريض يقدر يمشي. ثلاثة، إذا كان مفصل الورك أنا المريض بدي ريحه، وبدي ريحه بشكل مستمر أنا، لأنه هذا الطفل المفصل خرب عال. هل بعمل له عملية؟ لا، ممكن أنه هذا المفصل نحن يحسن يستمر فيه المريض، لأنه في عندي أمراض تانية أنا، داء بيرس، خلع ولادي، انزلاق مشاش، الأمراض هاي ممكن أنه تؤدي إلى أذية بالمفصل، وممكن نحن نعمل له عمل جراحي بسن 25 و30 و40 المفصل. كمان نحن بعد فترة بصير عندي بيقولي بياخد شكل معين مفصل الورك، نحن عم نحكي عن مفصل الورك وممكن مفصل ركبة يصير، لكن هذا الحكي كمان المريض بيفقد بعض الحيويات تبعه، يعني القرفصاء، الجري، التربيع، القعدة بالأرض، هذا الموضوع بيفقده الطفل، ممكن يصير عنده قصر بالطرف، وهذا طبعا متعوض بالحذاء. قصر بالطرف بسبب أن الإنتان بيصل إلى خطوط النمو، خط المشاش عند الأطفال. طبعا هذا بتشخص عند الطبيب بالصور الشعاعية. إذا نحن شاكين أنه في عندي أنا التهاب وما بين، مضطر أعمل ومضان، يا أعمل رنين مغناطيسي، وغالبا ومضان هو بيكشف لي إذا كان عندي بؤرة حارة، بيكون في عندي إنتان التهاب، وبيحدد لي أنا مكان الالتهاب، هالمنطقة بالمفصل، بالعضد، بأعلى العضد، نوع المنطقة اللي فيها حالة التهابية. نعم، يعني اليوم موضوعنا كتير مهم، ومثل ما حكيت سابقا دكتور، مو كتير ناس بتعرف شو يعني التهاب نقي العظام غير اللي مجربه واللي ضايق منه. قبل ما نختم، النصائح أخيرة بتحب توجهها لكل اللي عم يسمعنا. هلا الأطفال، الأطفال ثم الأطفال، يعني نحن أي طفل بصير عنده حرارة لازم نراجع طبيب. شغلة تانية، نحن أحيانا الأهل بيفكروا إنه طلع له حبة صغيرة دكتور، ما نهملها. هذا موضوع الحبة الصغيرة ممكن تصير خراج، هالخراج هذا ممكن ينتقل للعظم. ثلاثة، إذا صار عندي إنتان بعيد عن العظم، إنتان باللوزات أو التهاب الطرف العلوي، فهذا كمان لازم نتابعه. شغلة، الأمر المهم كمان، أنا بعض الأحيان بصير ورم بالركب، أنا بدي لاحق أنه صار عندي ورم بالركبة وحرارة، هذا لا يغفل، لا يغفل على الإطلاق. أرم وحرارة وتورم عند الأطفال بمفصل الركبة، هذا مباشرة لازم نراجع طبيب. أكيد ممكن علاج نحن نفجر هالخراج هذا، إذا كان عندي خراج يعطيني إنقاذ للطفل، إنقاذ للمفصل، وإلا بصير عاجز طول عمره. صحيح. أكيد. بالختام بدنا نتشكر حضرتك دكتور، كنت معنا الدكتور جهاد الحاج إبراهيم، اختصاصي بجراحة العظمية. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك ولوجودك معنا.